يا صديقي أعطني مصحفا ودعنا نقرأ سويا. أيقظني من نومي وقل لي لا تفوتك الصلاة. ساعدني على الخير، كلمني عن الجنة، أوصني كيف أعمل للآخرة، والأهم أذكر اسمي ولو في آخر. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ شخباركم؟ مزيان؟ جيت لكم بواحد لاطاخ ديال اوغيس ولا هيرنيس اللي كتعرفوا. غادي نطحنوا دابا، غنصيبو واحد الكاطو ان شاء الله الا بغيتوا ديروه في العيد ولا شي حاجه بحال هكا، يعني حيت في العيد الناس ما كديرش في الفطور ما كديرش الكاطو داكشي بزاف. غنفضلت انني ندير هذا الكاطو، هذا يجي زوين بالبنان. بقاو معايا، غادي نطحن هذا البسكوي. عندي هنايا واحد قولوا شي جوج باكيات ديال هيرنيس. اوغيس ولكن بالعربيه سميتو هيرنيس، مكتوب هنا بالعربيه ولكن بلا غاب وي. ودابا غادي نطحنو فهاد اماشي هاكا. هادي كطحن حقيقه كلشي، غادي نديرو هكا بركة صافي. المهم نديرو هكا وغادي نطحنو ونبداو دابا نطحن. واقيلا شي حاجة ما مصابهاش مزيان. المهم انا غادي نطحن، ما غاديش نسمعكم صداع حيت السياسة فهمتوما كيما سمعتو. المهم انا طحنت ودابا كيجي على هاد الشكل، شوف بحال شي غبرة كطحنو مزيان، خصو يكون بحال هكا مطحون. ما هو اصلا البسكوي جديد كيبان لي مازال طري جديد زوين، داكشي علاش طحن بحال هاد الطريقة. وصافي دابا نكمل الشي لاخر ونرجع لكم. هانتوما غنكمل. ودابا انا طحنت البسكوي هانتوما بحال هكا، لا هادشي كيجي غبرة. شي جوج باكيات، جوج باكيات. عندي هنا واحد 50 غرام ديال الزبدة، وعندي بيضة باش غادي نجمع هاد البسكوي، وعندي هنايا اللوز مطحون غبرة حتى هو كذلك. غادي نضيفو، غنضيف واحد 4 ديال المعالق هكاك. الا ما عندكمش اللوز نتوما بلاش، ماشي مشكل، هكا غادي يجي كما شفتو باش تجي لافاس فيها شي حاجة زوينة. دابا غادي نضيفو البيضة باش نجمعو هاد العجينة ديالنا. الزبدة كيجي ساهل وزوين، يعني في العيد الواحد كيحتاج شي حاجة بحال هكا. وصافي غادي نجمعو هادشي ديالنا كامل. الا ما تجمعش ليكم تقدرو تزيدو بيضة اخرى، ولكن خصكم غير تخدمو مزيان هاك. هانتوما كيما كتشوفو على الطريقه هذه حتى يتجمع، ما تضيفولوش الزبده بزاف حيت عاوتاني الدهنيات ما مزيانينش. ما غاديش ندير شي حاجه اخرى من غير هاد الحقيقه. هكا هو بدا تيتجمع، شتو مين غنديرو في داك المول غادي سميتو غيتجمع ليا. غنبقى بحال هكا كنخدمو بحال هكا حتى كيبدا يتجمع ليا. صافي دابا هو كيما كتشوفو تجمع. الا ما تجمعش ليكم نتوما ولا شي حاجه ديرو زيدو بيضه اخرى ولا زيدو شويه الزبده، ولكن خاصها تخدم مزيان باش ترجع لها الطريقه. دابا غنجيب المول ديالي وغادي ندير له هاد لاباط هادي بحال هكا. ما غاديش ندير لا زبده لا والو حيت ديجا هو فيه الزبده بزاف. غادي نبدا غادي ندير هكا على الشكل. هو غيجي هذا بارد، انا صافي غندخلها للفران على 180 درجه غير تشد راسها وداكشي صافي نخرجها.
هاكم قلت قادوها مزيان على هالشكل كما كتشوفوا. خاصني نجيب واحد السميته غادي نقادها بها باش تجي مقاده بحال هكا. غادي نقاد هادي غادي تقادها ليا مزيان. ها نتوما شفتو بحال هكا صافي. ما نبقاش نبزطها بزاف باش عرفتي ما تجيش لينا مدقصه. غادي ندخلها للفران ونخرجها ماشي بزاف شويه غير تشد راسها حتى تبان لكم بحال شدات راسها وخرجوه باش عادي غادي نضيفوا لها نضيفوا لها شي اخر صافي باش ما يبقاش هذوك الصبعان باينين. بحال هكا ندخلها للفران على 180 درجه واحد شويه ونخرجها. المهم عندي هنايا ثلاثه ديال البنانات هانتوما وعندي هذا نيسلي. ها راكم تكونوا عارفين نيسلي ما كلشي كيعرفو. كت باش يولي لكم شويه كاريميل كاريميل كراميل غديروه في الكوكوت وغادي تسدو عليه واحد نص ساعه ولا ربع ساعه وتحلو عليه غيولي لكم كراميل. وهو باش غادي ندير واحد الكاطو مع البنان. انا البنان دابا غادي نقطعو ندور هذا الشيء اللي كاين بحال هكا. البنان الاحسن يكون جديد دابا تديروه في الكاطو ديالكم وضروري ديروا عليه شويه ديال الحامض باش ما يكحاش لكم. ودابا الحامض غادي ندير هكا نديرو عليه باش ما يكحاش لينا البنان ونقطعوه متساوي يعني مقاد باش يجينا وداك. انا ناخذ واحد موس كبير شويه يكون ماضي هكا هانتوما اكيد هادي غادي تجي في العيد الجديده في الصباح داكشي كتصايبوها بحال دابا في الليل وتخليوها في الثلاجه باش تبرد كتجي لذيذه هاكا وسهله يعني. اللي غيكون شويه زايد في الثمن هو نيسلي ولكن ماشي مشكل يعني الانسان مره في شحال. صافي البنان ديالنا ها هو قطعتو غنساين هذيك الطب وغادي نرجع لكم. كما كتشوفوا ها هو ولا كراميل. هو اصلا مازال سخونه عندك ويديكم حداو معاهم او شي بحال هكا كيولي كراميل. انا هو ما كيكونش في هذا اللون يعني من تحلو تلاحظوا بانه تبدل. غادي نجيبو واحد المعلقه غادي نحركو بها نشوفو كيفاش رجع. مزيان هو هذاك غتحركوه مزيان وغات لما يخرج لك الكيكه غادي نطيبو صافي بحال هكا. ودابا انا خرجت هاد البسكوي ديالي ها هو طاب نتوما شفتو دغيا كيطيب. ودابا غادي نضيفو له هاد الكراميل هانتوما اكيد غتعجبكم كتجي لذيذة. غنخلي هاد شوية الدراري كيبغيو ياكلو غندير هاكا غادي نخليه بحال هاكا. دابا غادي ندهن مزيان هاد الشي بحال هاكا كيما كيجي بنين ولديت في نفس الوقت وبنين ولديت في نفس الوقت. سهل كنقصد سهل يعني سهله ما خديتش بزاف ديال الوقت. وغنديروها تبرد في الثلاجه خاصنا غير نحركو مزيان هاد نيسلي باش يذوب داك ما يبقاش مفرتت بحال هكا وصافي. وغادي نضيفو عليه البنان
هلا دابا حيت مازال سخون هذاك الشيء علاش هاكا كذا داكوغ جينا وصافي كنبقاو على هاد الطريقه هادي وغادي نديرو البنان ديالنا هاكا وغادي نديرو في الثلاجه يبرد على هاد الشكل يعني واخا طاحت ماشي مشكل المهم يكونوا مقادين بحال هكا نحط هذه باش نبدا ندير جوج يدين بحال هكا دابا هكا نتوما قرب نسالي هادشي خدمه شويه ديال البنات كتبقى تست فيه شويه هو سهل يعني شتو ما خداليش بزاف ديال الوقت وصافي كيجي على هذا الشكل هكا ها نتوما كيما تشوفوا جا زوين و غنديرو يبردو حتى ساعتين هكاك و بالصحة والراحة كيما قلتيهو جا لذيد مازال ما تقصوش باينة لذيد مع نيسلي والبنان يعني راكو عارفين ودابا كيما كتشوفو جا على هاد الشكل غنديرو كيما قلت لكم يبرد في الثلاجة واحد ساعتين يبرد مزيان وصافي خليوه يبرد بعدا على برا البسكوي وداكشي وعاد ديروه في الثلاجة باش ما يخسرش صافي هادشي اللي كاين كنتمنى انكم ديروه في العيد ديالكم وتقولوه ليا في التعاليق ولا درتو كلوا بالصحة وسلامة وتا انا بالصحة الا كليتو مهم يلا باي باي عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش ديروا لي لايك وتابوناو معايا وخليولي تعليق.